لتأليب موقفها داخل الولايات المتحدة فيما يتعلق بالاستفهام؟ أولا هو معلومتك صحيحة، لكن أعتقد صار تعديل فيها، يعني شعبية أوباما انخفضت ثم ارتفعت، والآن تتجاوز النسبة التي ذكرتها إلى فوق 50% نتيجة نجاحات متعلقة في الداخل الأمريكي وملف روسيا وملف أفغانستان. فهو لا تحسن من موقعه في داخل المجتمع الأمريكي. أما ما يتعلق بالحركة المؤيدة لإسرائيل أو اللوبي الصهيوني في بلا شك في أمريكا، لا شك أنه هذا اللوبي ليس مع إسرائيل، مع نتنياهو أقصد، فيما يتعلق بالطريقة التي يديرون بها سياسة التفاوض والاستيطان مع الجانب الفلسطيني. طيب. لأنه فيها إهانة للولايات المتحدة، فيها إهانة للإدارة الأمريكية تحديدا، وهذا مما أثار الكثير من أنصار الكيان الصهيوني أيضا في الولايات المتحدة. أعتقد بأنه أمريكا قادرة على الضغط على إسرائيل وقادرة على أن تتراجع، ولكن أن دكتور أبو مرزوق إسرائيل يعني تتراجع في هذه المواضيع. يعني ما تقوله مفهوم، ولكن كيف تفسر أن هناك 327 مندوبا في الكونغرس بعثوا برسالة إلى كلينتون أعربوا فيها عن قلقهم العميق من الخلاف الأخير السائد في العلاقات، وشددوا على أن إسرائيل قوية هي ذخل للمصلحة القومية الأمريكية كما جاء في هذه الرسالة؟ سأسمع ردك على ما جاء في هذه الرسالة، ولكن بعد التوقف مع فاصل قصير. دوب في الكونغرس إلى كلينتون أعربوا فيها عن القلق من الموقف الأمريكي تجاه حكومة نتنياهو. أعتقد ما في الإدارة الأمريكية غير منزعجة من مثل هذه الرسالة، والمفترض أن يكون عدد الموقعين على هذه الرسالة أكبر من ذلك، فالتراجع في هذا الموقع ما هو أقل تأييدا للكونغرس لإسرائيل في الخلاف الجاري. وما تنساش أنه كان قبل ذلك في عشرات من أعضاء الكونغرس وقعوا رسالة تتحدث عن الحديث مع الأطراف المختلفة في 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 الموضوع الفلسطيني وتخفيف الحصار على قطاع غزة. وبالتالي أعتقد بأن الإدارة الأمريكية هي تفسر قوة إسرائيل قوية أفضل لا تعني أنه استمرار في الاستيطان وتهويد القدس ومصادرة الأراضي، وهو لا يعني أن إسرائيل قوية بهذا الشكل. إسرائيل قوية هي بضمان أمريكا الحفاظ على أمنها وتزويدها بما يلزم من 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 مواد ومعدات لهذا الغرض. طيب وبالتالي حينما تشعر دكتور إسرائيل يعني بأنها أنتم مهددة، أنتم في حركة حماس دكتور، واضح في حركة حماس، قلتم بأن موقف إدارة أوباما في شأن الخلاف مع حكومة نتنياهو في شأن الاستيطان ليس كافيا وليس قويا إلى هذا الحد، لماذا وصفتم يعني هذا الوضع بهذا الشكل؟ لأنه واضح جدا أنه أوباما بدأ بسقف عالي وهو وقف الاستيطان، ثم تراجع بعد ذلك إلى وقف الاستيطان مؤقت مع السماح بالبناء داخل الأفق الرأسي داخل الاستيطان، ثم ذهب إلى نسيان هذه القضية بالمطلق، ولم يتحرك أوباما إلا بعد أن وجهت إسرائيل إهانات مباشرة لنائب الرئيس في الفترة الأخيرة. طيب. ولذلك فعلا بدأ أوباما بسقف عال ثم هبط هذا السقف إلى درجة لا تسمح للوضع الفلسطيني حتى بأن يتحرك في اتجاه مفاوضات غير مباشرة. طيب هل هذا يعني أنكم فقدتم الثقة بإدارة أوباما فيما يتعلق بهذا الموضوع أن تحسم هذا الموضوع لمصلحة الموقف القائل بوقف الاستيطان؟ شوف، أولا أنا أعتقد بأن المواقف الأمريكية غير منطلقة في اعتباراتها لمصلحة الشعب الفلسطيني أو غيره في المنطقة، هي لاعتبارات مصلحية أمريكية بحتة. أمريكية ترى بأنه من مصلحتها المباشرة في منطقة الشرق الأوسط أن تصل إلى تسوية سياسية. التسوية السياسية تحتاج إلى قاعدة
في المنطقة، لأن القضية الفلسطينية مرتبطة ارتباط وثيق بكل دول المنطقة، ولا يمكن نزعها يعني نزعها من دول المنطقة. هذا يعني بأن الرفض الاستيطان في القدس ليس مبدئيا، ولكن لأنه يمس بالتسوية. هذا ما تريد. لا ليس مبدئيا عند الإدارة عند الإدارة الأمريكية، ولكنه مرتبط بالمصلحة الأمريكية والحفاظ على الموقف السياسي لما سميته دول الاعتدال العربي، واحتضان التسوية السياسية مع الفلسطينيين. وإذا صار مشكلة في التسوية السياسية مع الفلسطينيين، معنى ذلك مباشرة أنه الأفق السياسي الاستراتيجية العربية التي تتحدثون عنها والمتعلقة بالسلام كخيار استراتيجي انهار في المنطقة، فلا يبقى خيار آخر عند من يحملون هذه الاستراتيجية. صحيح. وتبقى المقاومة هي البديل الوحيد في المنطقة، وهذا فيه خسارة للمصالح الأمريكية بشكل مطلق. رأيك السيد مورفي في هذا الموضوع، وبالتالي على ماذا تخشى الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما نفذ نتنياهو بناء 1600 وحدة سكنية استيطانية في القدس المحتلة؟ أولا اسمح لي سيدي بأن أجيب عن السؤال الذي تفضل وذكره ضيفك الكريم الدكتور أبو مرزوق. بالنسبة إلى الرئيس أوباما والإدارة الأمريكية، هما ينظران إلى المسائل التي تمت بسلائل المصالح الأمريكية والفلسطينية والإسرائيلية، وهذا يشمل الصراع القوي بين التنظيمات الفلسطينية، ولا سيما بين حركة فتح وحماس، والحاجة إلى بناء مؤسسات بدلا من اعتماد المقاومة كحل بديل يتيم كما تفضل الدكتور أبو مرزوق. طبعا نحن نؤيد منذ سنوات الحوار التسوية من خلال المسار السياسي، لأننا نعتبر أن مسار المقاومة يفقي ردات فعل انتقامية وأعمال فظيعة من جانب إسرائيل، مثلا الحرب على غزة السنة الماضية والحرب على لبنان كذلك في العام 2006، وهذا يؤدي إلى تدعيم القناعة القائمة في إسرائيل بأنه ما من طرف للتفاوض معه، وهذا يؤدي إلى هذا التشدد في إسرائيل. فالإسرائيليون يقولون لا شركاء لنا في المفاوضات ولا معسكر للسلام قائم في صفوف الفلسطينيين، ورفض عرفات اقتراح باراك، وكما رفض اقتراح أولمرت. والأمريكيون اليوم باتوا يسمعون أكثر فأكثر إلى الأصوات الإسرائيلية في المعترك السياسي الإسرائيلي، ويؤازرهم في ذلك ما يسمى منظمة جي ستريت في الولايات المتحدة، وهي منظمة يهودية معتدلة أمريكية تدعم إسرائيل لكنها تكرس نفسها لإيجاد السلام بخلاف اليمين الإسرائيلي. إذن هناك نوع إن شئت من الشرارة الجديدة في الجو السياسي السائد في واشنطن وفي مختلف أنحاء البلاد بشأن علاقتنا بالمنطقة العربية. سيد مورفي، يعني نحن اليوم نتحدث عن مفاوضات غير مباشرة. كل المفاوضات المباشرة وغير المباشرة التي كانت في السابق أثبتت بأنها لا جدوى لها، وبأن هذه المسألة لن تؤدي إلى حصول هذه التسوية التي تريد